بيئة خصبة للأمراض هي مدينة الحديدة، فمنذ ظهور حمى الضنك لأول مرة في اليمن قبل سنوات عديدة مضت، كانت هي المكان الأول الحاضن لهذا المرض. المدينة التي ترتفع فيها درجة الحرارة لتصل متوسط الحرارة فيها إلى 29 درجة مئوية خلال أيام السنة، تشر فيها العديد من الأمراض الوبائية وتتكاثر بشكل يومي. فمياه الصرف الصحي الطفيحة في شوارعها وانعدام الخدمات الضرورية يساعدان كثيرا على ذلك، فيما تمتلئ المستشفيات بالمصابين لكنها تعجز وفق إمكانياتها المتاحة عن معالجتهم ليفترس الموت العديد منهم. المدينة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع لا تمتلك أي خطط أو إمكانيات لمواجهة تلك الأمراض أو حتى الحد منها، فكل ما يمكن فعله فقط هو إقامة فعاليات للتوعية بمخاطر هذه الأمراض وبالأخص حمى الضنك المتفشي بشكل كبير. إذ أقامت وزارة الصحة والسكان وجمعية أنا من أجل بلدي فعالية بحضور عدد من المشاركين، لعلها بهذا تستطيع توعية العديد ممن يسكنون الحديدة بالمخاطر وطرق الوقاية وتشخيص المرض للقضاء عليه بالوعي المجتمعي أولاً. يصارع أبناء مدينة الحديدة للبقاء أحياء في ظل ظروف صعبة يعيشونها من حرب ومرض، وتبقى فرص النجاة معلقة بأمال من ينقذهم مما يواجهونه.